نتكلم اكتر مع حضراتكم عن المنتظر بقى من السادة المحافظين الجدد ونوابهم مع دكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد. يا دكتور محمود صباحك كل خير واهلا بيك. صباح النور يا فندم. يعني دكتور احنا بنتكلم على اولا يعني خلينا نركز على هذه الجزئية وفكرة دمج الوزارات اللي تم انعكاسه على الملف الاقتصادي من وجهة نظر حضرتك وتأثيره الى اي مدى؟ يعني يمكن الامر كان في دمج للوزارات وعودة وزارة الاستثمار مرة اخرى، هذا انما يعني يعكس بشكل كبير ما هي اولويات الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، واللي بتدور في مجملها الى تحقيق قدر اكبر من الاستقرار الاقتصادي. اعني بكلمة الاستقرار الاقتصادي هو التحكم في معدل التضخم، اعني به ايضا فكرة مرونة او الحفاظ على مرونة سعر الصرف، لان ده واحد من الادوات الهامة اللي بتخلق مناخ جاذب للاستثمار الاجنبي في صورته المباشرة وغير المباشرة. اتحدث ايضا عن تحقيق قدر من جذب العمالة وتعزيز فرص القطاع الخاص، وهذه هي النقطة المهمة والمحورية. الدولة تتوجه من خلال الحكومة الجديدة بأيديولوجية اقتصادية يعني الى حد ما بتدعم بشكل كبير القطاع الخاص ودوره من خلال طبعا ما تم إعلانه في السابق تحت مظلة ما يطلق عليه وثيقة ملكية الدولة اللي بتعني تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية. الدولة تسير في هذا الاتجاه بمنع مزيد من الفرص للقطاع الخاص، اللي حقيقة الأمر في حال تمكينه بشكل كبير ودعم الاستثمار حينعكس ذلك في زيادة الانتاج على المستوى المحلي، وانا في تصوري ان هذا هو المفتاح السري لعلاج كافة الازمات الاقتصادية اللي بيعاني منها الاقتصاد المصري، واللي جزء كبير منه هي عبارة عن انعكاسات للتداعيات الاقتصادية على المستوى العالمي. زيادة الانتاج هيؤدي الى زيادة المعروض من السلع والخدمات، وبالتالي التحكم وكبح جماح التضخم له علاقة ايضا بعدم فكرة ترشيد الموازنة العامة من خلال زيادة الايرادات بتاعتها، له علاقة ايضا بميزان المدفوعات وعدم اضطرار الدولة الى اللجوء الى الدين العام، وبالتالي له يلمس بشكل كبير في فكرة ادارة الدين العام للدولة والحفاظ على المخزون الدولاري من خلال زيادة الصادرات وتخفيض وترشيد فاتورة الواردات من خلال إنتاج مجموعة من السلع هي في النهاية بديلة للواردات، فالأمر طبيعي أن يخفض. طبعا بتستوعب كميات كبيرة من العمالة وبالتالي تستطيع أن تؤثر على مشكلة البطالة. كل هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية في حال تحقيقها تستطيع أن تقول أن هذه الحكومة حققت قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وعلى وجودك معنا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد.